Bismillahirrahmanirrahim. Ayah. السلام عليكم، انا طلال. شكرا مره على الدعم في الفيديو اللي فات. انتم ايش؟ انتم احبابي، انتم اصحابي اللي ما ولدتهم امي. وربي في ذبانتين هنا قاعد تفر من 2009. الله يقرف ابوك يا معفل. لا تلحس. فايز معنا في الكومنتات الفيديو اللي فات، هذا هو، شاركوا تحت واكتبوا اي كومنت تبغون، وحطوا اي حساب لكم في الانستغرام او اي حساب ثاني عشان تطلع في الفيديو الجاي. ارسلت لكم في السناب والانستغرام، كتبت لكم ارسلوا لي فيديوهات نعلق عليها او نحشها. فجدني فيديوهات مره كثير، فاخترت تقريبا 10 فيديوهات موجوده هنا قدامي راح نشوفها اليوم مع بعض. لكن السؤال مو هنا، السؤال هل الناس انجنت؟ هل صاروا مريضين؟ هل صاروا معتوهين؟ ليش الناس في الفتره الاخيره صارت تتصرف بكل غباء؟ معلوميه اليوم اخر يوم لنا في الحظر، فبكره راح نفل امه. قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا اللايك سبسكرايب، ولا تنسوا برضو التنبيه يا شباب. انا ما نسيت. فنقول بسم الله ونبدا. يا رب ما يجيني مرض في راسي ولا اي شيء منكم. نابه اعلان زيت اللحيه مضمون 100%، وانتم تدرون اني ما اعلم من الباب للطاقه، لازم اجرب المنتج. هذه السنابه والله ما ادري صراحه ايش اقول، والله ارجى صراحه. عمي انت حواجبك ما اكتمل الشعر فيها. ابوك طفشتني. كيف جربته؟ فهمني كيف جربته. كيف يا اخي انت مخلص مع متابعينك، بس انت كيف جربته؟ ما وجهك ما في شعر. حطيته في راسك؟ حطيته في مكان، حطيته تحت؟ ها بسرعه اعترف، قل لي يا شباب. لا سوء الظن، وهذا سوء الظن والله مو حلو. يمكن عطى احد من اهله، يعني اخوه الكبير، ابوه، ما ندري. اوكي وقف. اي رايحين نقفلها في الدنيا، يعني اليوم جوا ناس الكل اشوف حماسه، نص دور يسار. والله ما ادري، ما يعني انا صراحه قرفت من كثر ما حصل المولعين هذول. القى مولعين منقبات يهو، ولابسين تنانير كمان. ايش في شيء؟ ايش هذا؟ والله فيلم كرتون. هلا اقسم بالله دمكم فاير. الله ما رفع في الناس اللي زي هذه، اللي البنات اقسم بالله. اوه كيوتي جنن، حبيت وجهها. شوف اسنانه بيضاء. تتزوج واحد عن طريق اسئله؟ يا عمي ترى الذبان ذا امتحن دين اهلي. جاوبيني الحين، انت ما تتزوج عن طريق اسئله؟ فكري شويه. اهو شو الزواج الرخيص ذا؟ حكك كذا كان في كثير ذا اللي يسحبونه. وفا ايه؟ تعالي حركي الدجاج. مو وسخ اللي يسحبونه. ايوه هو خلاص فاهمين الناس. ربا ايه خلاص. هو اسمه براد. هند ايش بامك يا هند؟ ترى اوفر زي كذا. هي حاجتين بس تسوينها، تمسحين السناب وتصفقي بنتك خلاص. يم السناب. لا يا ماما لا، عيب. لا يا ماما، وبنتها هنا جوا شوف هنا. ايش القرف هذا؟ كان قلتي زق وخلاص. خرا قولي، زق خرا براز شت اي شيء قولي، بس تلفي يا هند. والله درك يا عيالي، انت وحتى معاك ولد كبير فنطل، اجل الصغار كيف كلكم فناطل. والله لا يبلانا بس. هذا اللي يسمونه سلاحه، السلاحه هذه هي. ترم دقنك الله يقرفك، شوف كيف دقنك. انت ما خليت شيء للبنات ولا خليت شيء للعيال، مسوي ميكس. انت متحجب حاطينه خرصان من اسمه هذا، قال امها مره. الله يقرفك، يقرف وجهك ويقرف. ان شاء الله ما انت عربي، بس والله لو عربي هرجه ترى بتقرف اكثر. هذا يحتاج 7 اشخاص يدخلوا يشمطونه، اللي بعقال واللي حذيان. لا بحذيان تنفع اكثر شيء، يعني لا يقلك حذيان. ان شاء الله انه يمزح، يا رب انه يمزح، لانه يا قحطاني فكنا خلاص. الزبده والله لو طلع هذا مو قاعد يمزح، وانه دحين هو جذاب مره، وانه انثى، والله بطرش. انا طلب مني الاستاذ عايض اني اكتب ابيات انجليزيه ترحيب بالقنصل. انا والله ماني بالحيل في الانجليزي، لكن عاد والله فان كان ارحب. هلا حياك صحيح ابراهيم. يا هلا الله يمسيك بالخير. اقول ذا كينج سلمان. هلو ذا كينج سلمان. جودي ذا برنس محمد. هلو
وذا برنس محمد جودي جودي امريكا فريند هالو هالو حيو حيو اصدقائنا الامريكيين امريكا فريند هالو هالو امريكا فريند جودي جودي جود فيلينج جود فيلينج الو الو والله ما ابغى اتكلم عن فيديوهات زي كذا لانه ممكن اغلط وندخل في علوم قبائل وما لا مو حلوه والله بس انا اشوف انك تتعلم انجليزي وتراجع كلماتك ان شاء الله ان شاء الله ما تقصد انه هلو هلو يعني ارحبوا ارحبوا ان شاء الله ان شاء الله مو قصدك كذا انا هذا الكرتون جاني كان جوته حاجه يعني طفشانه طفشانه طفش 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 خلاص وقف فريزك بسرعة 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 خلاص وارسلي للناس اللي ما تحبيهم بس خلاص دمك مو خفيف ولا ثقيل انت دمك سلح دمك زي ال هو خلاص فاهمين ايش الفلة البيض دي يا عمي ما عندك هرجة في السناب والله خلصت الهروج للدرجة دي افتح اي موضوع في مواضيع كثيرة والله ونعم ايه والله عن ام ذكرني بالافلام اللي كنت اسويها زمان كنت اسوي زي كذا كنت اخذ طيارات جرين سكرين خذ لك اجي انا اسوي نفسي هارب قال لك في طياره ورايا الله ايش هذا الله لا عيد الايام هذه انت بطل بطل ها بطل بطل تمسك البرامج هذه محشش يده مكسوره طيب وملفوف عليها وبالجبس وسال الدكتور اقدر اعزف على البيانو قلت أكيد إذا تشفيت تقدر تعزف البيانو طبعاً هو من أسوأ الأشياء إنك أنت تقول نكتة وتضحك عليها وما حد يضحك في نفس الوقت الأسوأ أكثر لما أنت تقول نكتة حاول تضحك عليها وتطلع هي ما تضحك وأنت ما تعرف تضحك ووجهك يابس وقت الضحكة كل شيء فوضى والله فوضى كمل الفيديو لسه ورانا أسئلة ما نبغى نخوش عليهم ونفصل أوه ماي جاد هذا اللي قلت لكم عنها اللي ما أقل من شهر ايوه اوه هذه معلمتهم هذه عمتهم هذه تاج راسهم كلهم والله السناديل هذول ما ادري يعني ايش تبون توصلوا له مشكلة مو هنا مشكلة مرة معلمين في الركز ذا انتوا هذا اللي تبون توصلوا له تبوا تقلبوا والله من جد نسوي لكم مكان غرفة زي كذا نجمع لكم ناس مكان خذ لك كمان شوف الفيديو اللي بعده ده اللي عنده حليب جمل وبول الجمل وانتم بالكرامة يتواصل معي خاص اوكي يعني انا بصراحه ما ادري مين يجيب الحليب الجمل ولا البعير ولا الناقه الزبده واحد من الاثنين ذولا ابغى حليبها وابغى البول حقها وانت بالكام عادي بشتري ترى وما شاء الله عندي بدو كثير يتابعوني فيدوني رجاء انا احتاج الحليب الجمل فيدو يا البدو فيدو توقع انه بيسوي كوكتيل عنده في البيت والله شخاخ وهذا حليب فلا اكيد مليون بالميه انا متاكد منه انه الحليب بيحطه في شعره والشخاخ بيشربه والذبان اللي قاعد يلف حول راسي والله باقي كم فيديو صراحه اقسم بالله والله معلش ما ابغى اكمل صراحه فانا بدخل على طول على الاسئله لانه الوضع مره يعني عشان طراش السؤال الاول يقول ليش ما تدخل مجال الجيمنج قلت لكم اول انه انا راح اسوي يعني قناه ثانيه بس الى الان ماني متاكد فاحتمال كبير انه بدل ما تكون يعني فيديوهات لألعاب فبتكون بثوث البثوث هذا ما نقدر نسويه الا لازم يكون عندنا ويب كام نشتري ويب كام اول عشان نسوي البثوث استنوني طول بعد يقول ليه تعطي المزز لايكات والله شوفوا بيني وبينكم انا في الانستغرام اقسم بايات الله وزع لايكات بهللات اي شيء اشوفه كذا شيء عجبني ما عجبني لايك لا اصبعي تعود كذا خلاص حبتين لايك برضو المزز يعني يستاهل لايكات يا شباب واحد يقول ليش كل بوست منزل في الانستغرام القاك حاط عليه لايك بالضبط ها شوف ما مداني اكمل هرجتي هذا جاوب لي ها شكرا انا اخوك وليد وليش ما يصور معك وليد اخوي في الطائف وانا في جده فتقريبا كل اسبوعين ينزل ومع الحظر والقروش الحين فصار يعني فتره طويله ما نزل عندنا بس بيجي قريب نصور فيديوهات سوا واحد يقول ايش رايك في فك الحظر ايش في سياسي انا ما لقيت اسال انا اذا تبغى انا اجاوب والله بيصير سلطه هذا جواب ليش انت تشبه بيلمي اللي في 100 كثيرين اصلا قالوا اني انا اشبه روس اللي في اسمه هذا اللي في فريندز هو اشبه له بس انا مره اقرفه تمام والله كريه قناتك الثانيه اللي بديت فيها بعد ما فقدت الامل في قناتك الاساسيه بتتحول لمحتوى ثاني مختلف احتمال كبير انها تقلب قناة العاب بس مو الحين لما يرجع الدعم في القناة هذه لذا الحين انا بطلع جهدي كله على القناة هذه انه يرجع الدعم بعد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما يرجع
والدي الذبان اللي في الغرفة لأنه دين أمي طلع أقسم بآيات الله. يا أخي أنا شفت أخوك أبو جازي والله ما أدري وش اسمه مسوي حادث أنا ما أدري. يا أبوي إيه دايخ أنت مين أبو جازي؟ كل مال حقين التيك توك. ليش ما تسوي ردة فعلك على مقاطع القديمة؟ أخوك عبد الله. طبعا أخونا عبد الله هذا من النوع الدايخ من النوع اللي والله نزلنا مقطع روح شوفه تكفى. اول شيء مبروك على الكمبيوتر الجديد. والسؤال من اي متجر مشتري الكمبيوتر؟ من متجر نيو ايك. ايش هي سيارة احلامك؟ والله في سيارات مرة كثير بس قول ان شاء الله البي ام دبليو ام 5 هدية احلامك خذها هدية مني لك. اوكي والله قد فكرت تترك الشهرة يا هاي ها اعطيكم العافية مشاهدة لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. كان معكم طلال مجال النوعين مجالية خلي اللي فيها مكفية كومنت لايك اشتراك الكريم اللي بديها كل يومين فيديو فيها او تانكس ماما سيدا ما يحتاج بسوي لايك لو تبغى تتحول شيتها.